لما بنتكلم على الجيش المصري ونقول إن جيشنا خير أجناد الأرض، الجملة دي مش من فراغ ولا لمجرد إن هي وصية النبي بينا وإن هو كلامه علينا، مش كده خالص. الموضوع بيرجع لتاريخ أقدم من ده بكتير، لمصر القديمة وتحديداً لجدنا العظيم تحتمس الثالث. تحتمس الثالث اللي كان ملك مصر عمل فتوحات كبيرة جداً، هو كان قائد عسكري، لكن علشان يبقى قائد عسكري ملوش مثيل والناس تتكلم عنه ويكون بيقيم العدل فعلاً على الأرض المصرية، اجتمع بالجنود بتاعته وقال لهم إن احنا هنمشي على قواعد عسكرية وحط قوانين منظمة للقواعد العسكرية في مصر. قال فيها إيه؟ إن الجيش ما ينفعش إن هو يقتل أعزل ما يحملش سلاح، ولا يقتل حد بيستسلم، ولا يقتل طفل، ولا يقتل امرأة، ولما يكون حد جائع ادوله الطعام علشان الرب يديكوا أضعافه. وبيقول كمان جدنا تحتمس العظيم إن جيش كمت اللي هي مصر دي كان ليها أسامي كتير قوي، بس كمت يعني الأرض السوداء، جيش كمت العظيم ما بيقتلش امرأة ولا طفل ولا بيغتصب حد ولا بيعمل أي حاجة تخل من عسكريته وشرفها. والعقيدة دي اللي احنا ماشيين عليها لحد دلوقتي. عرفتوا احنا ليه خير أجناد الأرض؟